ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت عملتي كده؟ اه. هو ايه ده اللي اه؟ انت عارفه لو بلغت عنك هتروحي في 60 داهيه. مش هتبلغ. وانا عن نفسي زينب ما طلعتش من البيت من الصبح. والناس اللي شافوها في الشارع بقى ان شاء الله مجانين. ايه الخيال راكبهم؟ هنعمل لهم ايه يعني؟ وجالك قلبي يا زينب؟ ارتحت. كنت حاسه براحه وانا شايفه النار ماسكه كل حته في عفشها وبتاكل فيه. كان نفسي النار دي تمسك في البيت ده كله باللي فيه مش عفشها بس. ايه الشر ده كله يا زينب؟ انا عمري ما تخيلت ان انا ممكن اعمل حاجه زي كده. وحتى لو كنت عملتها عمري ما صدق نفسي ان انا ابقى حاسه باللي انا حاسه بيه ده من جوه. انا كنت مرتاحه مع اني كنت عارفه ان في ناس تانية بتتاذي من ورايا. بس وقتها انا حسيت ان ده نفسي، ده حالي، انا شايفه حالي في عينيهم، شايفه حقي اللي انا مش عارفه اخده، شايفه فلوسي اللي هما بيتهنوا بيها. حسيت وقتها انه لا، انا مش هسيب حد يتهنى بيها ابدا. اذا ما كانتش معايا تولع بيهم كلهم. دول مشكله بمالك وبس، مشكله اعز الناس ليكي كمان. انا عايزه ازور بابا. وانا كمان، يا ريت دلوقتي. شوي الشمس تغرب ونروح. على فين؟ على كريمة. ما بلاش. بلاش ايه؟ ده انا هطلع زمارة رقبتها في يدي. عبد الحكيم يعرف يتداين. عبد الحكيم ملوش صالح، ده شغل حريم ملوش فيه. اه والله انت صعبانة عليا. قوليلي هتعملي ايه في عفشك اللي اتحرق؟ معلش ادخلي على الفرش القديم، ما جراش حاجة. يلا اخلصي، كريمة عينها عليكي ومش هتسيبك، وكفاية حبيبتي العمر اللي ضاع. أقول لك على حاجة عرفتها بالصدفة، حياد غلاوتك عندي بالصدفة. قولي. العمل اللي معمول لك مدفون في تربة، وأنا كمان عرفت فين التربة. صح يا جبرية، عرفتي فين؟ معلومة عرفت. أنا حبيت أقول لك عشان تحرص وتعمل حسابك، وكفاية لحد كده عاد. برضك هروح الكريمة. ولعي فيها. السلامة يا حبيبتي. ايه في ايه؟ هي فين؟ فين اللي تندب في عينها كريمة؟ عايزة ايه فوزية؟ فوزية؟ حاسك ده؟ اسمي ستك فوزية يا بت، ولما تتحدثي معاي عينك تبقى في الأرض. ليه يا حبيبتي؟ كسر عيني ولا ماسكة عليا زلة؟ خير على الصبح يا عمتي. عمتك؟ عمتك منين يا اختي؟ ما خلاص هي بقى فيها عمات؟ هي فين الوليه دي؟ تعالي انا رايحه فين؟ يا نهار ابوك مجندل، بتمسكيني من يدي يا بت؟ ما تضربيني قلمين يا بت يا كريمه. اسمها بنت عبد الله، ولا تكون انت نسيت اخوكي؟ اما انتوا كلكم نسيتوه، ما بقاش حد فاكره. ومش بعيد كمان انت يكون لك يد في موته يا هانم. اتجنيتي يا بت؟ اتجنيتي؟ ايه الكلام الوعر ده؟ انا اقتل اخوي؟ اوعى كده. روحي يا حبيبتي اسالي جبريه، قول لها مين السبب في موت اخويا وشوفي هتقول لك ايه. ايوه 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 انا عرفت عرفت. امك هي اللي مفطماكي على الكلام ده، لكن لا انا مش هسيبها. عمتي امشي دلوقتي احسن. مانيش ماشيه. عارفه امك عملت ايه يا زينب؟ ولعت في جهازي، ولعت في عفشي، ما سابتش حتى معلقه. هو انت فاكره انك هتتجوزي يا فوزيه؟ يا ألف نهار أبيض، ألف نهار مبروك. لي 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 ما تزخرطوا يا بنات. والله لو حصل ده إن حصل يعني لا تحزم وأرجوس لك في الشارع قدام البيت الكبير، بيت الأكابر والأصول، البيت اللي بيحافظ على ناسه. انت بتتمجلتي عليا يا بنت؟ آه بتمجلت عليكي، ومش أنا بس، دي البلد كلها يا ست الستات. عيب يا نادية، دي برضه عمتنا. برضه عمتنا؟ طب احكوا لكم عاد اني هولع فيكم في البيت ده كله. تعالي يا ولية. انت اتجننتي يا ولية انت ولا ايه؟ اتجننت؟ بتشتمي عمتك يا بنت؟ عمتي؟ ايه رأيك بقى ان انا من دلوقتي مانيش عمات؟ انا لا عندي قريب ولا عندي بعيد. اللي هيحبني ويشني على دماغه هيبقى جوه قلبي. اللي هياكل حقي بقى يا عمتي
هاكله كده بسناني. بالراحة عليها يا زينب، ما تتكش عليها جوي كده، غلبانة برضك نفسها تدوق الجواز، إنما هتعمل إيه؟ العمر خلاص ولا والأرض بارت والجلد شجج. يا لهوي يا ولية، ده أنت محتاجة مية نار تجليكي. مية نار أما تاكل مصارينك يا بعيدة، أنا هولع في البيت ده وفي الكل جريلة. أوعي تهيئي بيت يا فوزية. تولعي في مين؟ تولعي في مين يا عانس يا عرة النسوان؟ انت يا بنت تشوفي لك تربة تروحي تحجزيها وتقعدي جنب منها قبل ما التراب تتزحم، وانت فاكرة نفسك مرة؟ انت فاكرة انت جاية بتتحجمي علينا؟ بتضربوني؟ بتضربوني؟ كده يا كريمة؟ أنا هولع فيك زي ما ولعت في عفشي. عفشك ولا؟ أنا ولعت في عفشك؟ أيوه. أنت بتتكككي يا بت. لعلمك بقى يا عمتي، اللي ولع في عفشك أنا مش أمي. أنت يا زينب؟ انت ولعت في عفشها؟ حبا ما نولع فيك يا عيده، بره يا بيت، اوي بره.